سيادة اللواء سيف، أنا هعمل أي حاجة تطلبها مني. قول يا مجدي. أمر يا فندم. سليم كان عايز منك إيه؟ طلب مني خطة تأمين السوق. واديتها له؟ لا، أنا ما أقدرش أجيبها لوحدي. واتكلمت مع صبري. قلت له إن دي جايز تكون الضربة الجاية لسليم وغبر. طيب يا مجدي، أنت ما تعرفش كان عايزها ليه؟ والله يا فندم، سليم عمره ما قال لي هو عايز إيه ليه. سليم بيتصل. خليك هادي وطبيعي، واتكلم معاه زي ما كنتوا بتتكلموا قبل كده، مش لازم يحس بحاجة. اتفضل يا فندم. وعلى قد ما تقدر، طول معاه في المكالمة. ولو سألك على أي حاجة رد عليه على طول. فاهم. ما تنسوش إن أنا كنت واحد منكم. أنا جاهز يا فندم. قدامك قد إيه تحدد مكانه؟ دقيقتين. رد عليه. ألو. أيوة يا سليم. عايز إيه تاني؟ لا لسه. ما هو اللي انت طالبه ده ما بيتعملش في يوم. ايوه هقدر يا سيدي، قلت لك ان شاء الله هقدر. طيب انا يعني هكون جاهز الليله هتبقى كل حاجه جاهزه، بس خد بالك انا كنت. ايه الاخبار يا ابني؟ ما لحقت سيادتك. يلا. على فين؟ هنجهز لك اللي طلبه منك سليم. يلا. انا جيت بصيت من بره، المكان عجبني، دخلت اخدت كوكتيل فيه رائع. تعالي. بيعملوا بقى هنا كوكتيل مع عسل. يعني فاكهة كده بيجيبوها قطعها حتت صغنن صغنن كده وبعدين. أمر، أنا عاوز لو سمحت اتنين كوكتيل زي اللي أخدته المرة اللي فاتت. حمزة، أنا عارفة أنت طلبت تقابلني ليه. ماما قالت لي إنها جات لك. ماما قالت لي إنها كلمتك وحكت لك على اللي حصل. لا يا غادة. بص يا حمزة، أنا ما رضيتش أكلمك عشان كنت عارفة إنك مش هتفهم. لا يا غادة، لا، أنا مش جاي هنا علشان أسمع كلام سخيف أنت مجهزاه. لا، المرة دي أنا هتكلم وأنت هتسكتي خالص وهتسمعي. أنا من الأول خالص جيت واتكلمت معاكي، حصل ولا ما حصلش؟ قلت لك سليم لسه عايش وأنت ما صدقتيش. قلت لك اتأكدنا وابعدي عنه وما سمعتيش. ساعدتيه ودريت عليكي وقلت لك ده ما يتكررش واتكرر. حصل ولا ما حصلش؟ يا حمزه انت ليه مش عايز تفهم؟ انا ما اقدرش اساعدك. مش مهم. مش عايزه تساعديني، انت حره. لكن اوعي تفكري ان عشان لسه بحبك هسكت على اللي انت بتعمليه. انا في الاول وفي الاخر ضابط امن وطني. فاهمه يعني ايه امن وطني؟ فاهمه. بس سليم لسه جوزي. ما يخصنيش. وجوزك ده إرهابي وهربان من إعدام ورجع يقتل أكتر من الأول. جوزك اللي أنتِ خايفة عليه ده هقبض عليه دلوقتي أو بعدين هقبض عليه. وحكم الإعدام اللي ما تنفذش فيه أول مرة، المرة اللي جاية أنا اللي هنفذه بنفسي. طب ما تقبض عليه، أنت عايز مني إيه؟ غادة، أنا جبتك زمان واديتك فرصة تساعدينا وأنتِ رفضتي. خيرتك ما بين جوزك وما بين ابنك، انت اخترتي جوزك. لما ابنك مات انا اللي شلت ذنبه. لكن كفايه كده، انا بديكي فرصه تانيه دلوقتي. يا تبعدي عن سليم وتسيبيني اشوف شغلي، يا ادخلك في القضيه وهقبض عليك.
يبقى زي ما توقعت بالظبط. جابر مش هيفكر في خطة تأمين السجون إلا لو كان ناوي على مصيبة. تفتكر السجون هي الهدف من العملية اللي جاية؟ يعني ممكن يكون عايز يخرج رجالته من هناك. يا باشا أنا عارف جابر من زمان، عمره ما فكر في رجالته، لا ده بيفكر في حاجة أكبر. وأنا شايف إن إحنا نسيب مجدي يقعد معاهم شوية لحد ما نعرف هم ناويين على إيه بالظبط. ده لو إحنا ضامنين مجدي. مجدي لازم يفضل معاهم وما يعملش أي خطوة إلا بموافقتنا إحنا الأول. وطول ما إحنا مش عارفين جابر ناوي على إيه يبقى مش هنقدر نوقفه عن اللي في دماغه. في يا غدا قلقتيني. في ايه؟ هنعمل ايه يا سليم؟ هنعمل ايه في ايه؟ بص يا سليم، من ساعة ما تقابلنا المرة اللي فاتت وانا الدنيا كلها اتلخبطت حواليا، دماغي بتودي وبتجيب، مش قادرة بطل تفكير، مش عارفة انام، مش عارفة اعيش حياتي، كل حاجة حواليا بتقول أنا لازم أبعد عنك وأنا لازم أسيبك ومش لازم أشوفك. العقل بيقول كده وأنا حاولت، والله العظيم حاولت بس مش قادرة. أنت مين قالك إن أنا قادر أعيش من غيرك؟ مين قالك إن الحياة اللي أنا عايشها دي حياة؟ طب عايزاني أعمل إيه؟ تسيب كل حاجة، وكفاية أوي اللي حصل لنا لغاية دلوقتي، كفاية كل اللي خسرناه. عايزين أسيب كل حاجة وأسلم نفسي؟ طب انت عارفه انا لو سلمت نفسي هيعملوا فيا ايه؟ هيقتلوني. اوعي تفتكري ان انا ما فكرتش في اللي انت بتقوليه ده كله. انا فكرت فيه الف مره. غدا انا ما بنامش من كتر التفكير. لما حسبتها لقيت ان انا كده ميت. لو اتمسكت ميت، ولو كملت مع الناس اللي انا معاهم برضه ميت. فانتي واقفه قدامك واحد كده هيموت. طب واخرتها يا سليم؟ أنا تعبت قوي وخلاص مش قادرة أستحمل أكتر من كده، والله أنا مش عارفة أعمل إيه. ولا أنا. أنا مش عارف دلوقتي غير إن أنا لازم أكمل الطريق اللي أنا بدأت فيه، من غير ما أعرف بعد كده إيه اللي ممكن يحصل. يبقى خلاص نهرب. نهرب؟ أيوة نهرب. مش ده اللي كنا هنعمله زمان؟ زمان، لكن دلوقتي أنا مش هينفع أهرب وأسيب حق ابني. سيب كل حاجة، صدقني يا سليم مفيش أي حاجة هتعملها هترجع لي ابني. ابني أنا خسرته خلاص، ليه عايز نخسرك أنت كمان؟ لا أنا مش هقدر أعمل كده. لو بتحبني يا سليم هتقدر. لو بتحبني بجد افضل معايا زي ما انا هسيب الدنيا دي كلها وافضل معاك عشان خاطري يا سليم. سيب كل حاجه، وقف كل حاجه وتعالى نهرب مع بعض. طيب هشوف. يعني ايه هشوف؟ هشوف موضوع الهروب ده مش بالسهوله اللي انت بتتكلمي بيها كده يا غاده. ده عايز ترتيب وتخطيط وحاجات كتير.
غادة. انت عارفة كويس ان انا بحبك حتى اكتر ما انت بتحبيني. اوعدك ان انا هفكر في كلامك. اوعدك. مساء الخير يا ماما. غادة، سليم حاول يكلمك تاني او يقابلك؟ لا يا ماما خالص ما كلمنيش، انا تعبانه وهدخل انام. تصبحي على خير. عملت ايه؟ ده تليفون صبحي عليه كل ارقامه ورسائله وايميلاته. خلي عدي يشتغل عليه شويه يمكن نطلع منه بحاجه. ماشي. ومجدي رد عليك؟ مجدي المفروض انه قال لي انه هيخلص الحاجات اللي احنا طلبناها منه النهارده وانا هكلمه بالليل. طب ما احنا بالليل، ما تكلمه دلوقتي يا سليم. ايوه سليم. ها عملت ايه؟ جهزت لك كل اللي انت طلبته. طيب تمام. هتبعته امتى؟ لازم نتقابل. نتقابل؟ نتقابل ليه؟ عايز اتكلم معاك عشان نشوف اللي احنا فيه ده اخرته ايه. ايوه بس ده ما كانش اتفقنا. احنا اتفقنا كان ان انا اقول لك عليه تنفذه وخلاص. ايوه بس انا مش هقدر اكمل كده. ما تنساش ان انتوا السبب ان انا خرجت من الخدمه. لازم تعوضوني. يعني ايه؟ يعني اللي انت طلبته معايا عايز تيجي تاخده انت حر. نقعد ونتكلم وتاخد اللي انت عايزه. مش عايز برضه انت حر. بس انا كده خلاص ما تطلبوش مني اي حاجه تانية. ماشي نتقابل. امتى وفين؟ هكلمك تاني واقول لك. قلقان من حاجه؟ مش فاهم ماله. بس ادينا هنشوف. أنا موافق يا غادة. أنا فعلا تعبت من هنا ولازم نهرب. بس اديني شوية وقت علشان نعرف نعمل الموضوع ده صح. مع السلامة.